نكمل حديثنا اللي بدأناه بالأمس عن الاستحواذ الشيطاني، نقول اليوم إنه الجزء الثاني. يقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن أنت عمليا تحت علم وسمع الله عز وجل، تحت الحماية والرعاية والوقاية والنصر. طيب، وأصحاب الشيطان، الشلة، الجماعة، حديثنا اليوم عن أولياء الشيطان. علينا ندرك مسألة، أن وصف شيطان يشمل الجني والإنسي، هناك شياطين من الإنس. يقول تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. طبعا هذه الآية تختصر القصة من البداية حتى النهاية. على مدى الحياة حزب الشيطان مهما قووا سيخسرون، سواء في الأعمال الذاتية الخاصة بالشخص ذاته أو المتعدية للآخرين، سواء كانت لهيئات أو منظمات أو دول. لذلك لا تخشى من قوة الشر، من قوة الطغيان، لا تخشى على أهل الإيمان، لا تخشى على الإسلام. صاحب الشر دائما مخذول، دائما مندحر، دائما يبكي في النهاية. أتى سين من الناس، شيطان اعتدى عليك، ظلمك، آذاك، سيخسر وستنتصر أنت. شعرت أو لم تشعر، تراه منتصر وهو يتعذب في الدنيا قبل الآخرة، اعلم. وحزب الشيطان لا يمكن أن يخدعوا حزب الرحمن، دائما مكشوفين، لأن حزب الشيطان له استراتيجية وتكتيك، حزب الرحمن له استراتيجية وتكتيك آخر مختلف في تناقض. فحزب الله، حزب الرحمن، يكون سلوكه متجانس مع مقاصد الشريعة. حزب إبليس، حزب الشيطان، يكون فعله متجانس مع مقاصد إبليس، وقد يكون القول متجانس مع الرحمن. ففي حالة أن الفعل يناقض القول وفي فعل آخر يطابق القول، كيف؟ مثال بسيط، مروج المخدرات ما يقولك أنا بقتلك، يقولك أنا بعطيك حبوب تخليك مرتاح، تخليك أنشط، تخليك أقوى، كلام حلو. المبتز الجنسي للنساء يقول: والله أنا أحبك، أنا أموت فيك، أنا أعشقك، أنت كذا، أنت كذا، كلام حلو، طبعا الفعل شيطاني. الآخر لا، يقول أنا سأفعل فيك هذا الشيء، هذا الفعل يكون شيطاني ويطبك. فهذا فعل النفاق، وذاك فعل المظاهرة والمجاهرة والمباشرة. هذا ترى على المستوى الشخصي، على سبيل المثال في المحاكم، في مراكز الشرطة وغيرها، يقوم مع الشخص يقول له: أنت سويت وفعلت، يقول: لا والله لا سويت ولا فعلت، وهو أكبر مجرم. هناك تفاصيل دقيقة في هذه المسألة، راح أذكر بعض النقاط والباقي أخليه في إن شاء الله لقاءات أخرى. نختم بهذا المثال: يقتل المسلمين ويقول أنا حزب الله. لابد أن نتنبه للمصطلحات حتى لا نخدع. نأخذ المصطلح ونركبه على الفعل، نأخذ القول ونقارنه بالسلوك. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نراكم في حلقة قادمة نكمل فيها بعض المعلومات.